واش لا فامي، صباح الخير عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فلوق جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. هذا هو النهار الثالث في مراكش والنهار الاخراني لينا في مراكش، حتى نرجعوا ثاني ان شاء الله. جيت لكم بفلوق من السطح، علاش؟ حيت طلعنا نصور واحد اللقطه ديال داك التحدي اللي تفرجتوا فيه في الفيديو اللي خاص بالتحديات. معلم الله في راسك، مرة اخرى ان شاء الله، الله يحفظك. غادي نمشي دابا نجيبو شي دوره في مراكش ونتلاحو ان شاء الله لاكادير. هادي خاطر الياس، سوف نطلعو في الطوبيس المراكشي. الطوبيس المراكشي انا سيدي. كيليز، تحية للناس تاع كيليز، ادي الناس ديال مراكش كامل، او دي لا فامي كامله. اوبا ساحه الحمام. داك النهار شفنا الاثار ديال الديناصورات في انزا، دابا غنشوفوا الديناصورات في مراكش. ها هما، ها واحد اخر. حميزو مينو. دابا تلاقينا مع عبد المنعم ابو شابوليس، وقفوا عليه البوليس ما عندوش الوراق. عبد المنعم بودكاستر ديالكم يا ولد مدينتكم، ولد مراكش. يس احنا دابا في عرس المولى عبد السلام، واحد التجربه اللي واعره واعره بزاف. فكره زوينه هاد اللعيبات اللي داروا لكم هنا الناس ديال مراكش، ديال الويفي مطلوق في الجريده و فري، و اللي هاد لي زيكرون هادو اللي فيهم يعني فيهم الكونيكسيون يعني بحال البيسي، كتدخل كتروشيرشي كدير اي حاجه بغيتي. يا سلام الله يلا، تهلاو فيكم تهلاو فيكم، وخصكم تحافظوا على هذا الشيء، حافظوا على هذا الشيء. حنا ما كرهناش هذا الشيء عندنا في اكادير، ولكن دوماج سي بيان دوماج. غنخدموا لاشين ديالي هنايا ونخليها اني خدمت لاشين ديالي. انا اسم الفلوق هذا حيت البحث عن السد. عثماني نجيبو هنا. وكاين كون كاين الصوت غنديرو ليهم هكا، خليهم لي فيديو ديالي. شتيهم هنا اللي بغيت تفرج في الفيديو ديالي، خليت لهم لاشين ديالي هنايا كاع الفيديوهات اللي هنا. اوبس لا فور، والله الا جريده واعره وحق الله، هادشي زوين زوين بزاف. تهلاو تهلاو في الجريده ديالكم الناس نتاع مراكش. هاد الشجره هادي اللي كتشوفوا سميتها الزدرخت شائع. قال لي دابا داك اللي سمع هذيك السويه غيكون طعام يسد لي ويسمع ديك الزدرخت ويقول لهم هذه سميتها الزدرخت. هاد الشجره ديالاش الله يلا 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 قشعة قشعة. اوب شجره الكاكاو هذه كتبان شجره عاديه، ولكن ما عرفتش علاش انا هذا دابا كيبان لي بحال واحد بحال الراس ديال واحد القرن. ها هو النيف، ها هي العين، ها هو القرن، واصلا كيكون عنده جوج قرون، ها هو الثاني. وهذه الشجرة العجيبة اسمها فيكوس ميكروكاريا. ميكروكاريا زعما كاريا واحد الميكرو، ميكروكاريا هو واحد السيد هنايا متحف الاتصالات، داكشي قديم. يلا ما بقاش ما بقاش ما بقاش متحف الاتصالات، هذا فيه غير دوك التليفونات القدام ودوك لي زاباري القدام، شفتو داكشي ديال المصريين. ايوا يا خواك انت فين يا معلم؟ سوف نهبط الى السجن، الى الحبس. ها طن 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 تو 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 كاين شي. واو ما هذا الخبر العجيب، كنشوفو دوك هذا موحدين. واه
عبد العزيز الموحدي قلت له هنا وايلين تحل الباب اكن شي مشبك هاكو كنت يبان لك انا الظلام تجيب لك شي بحال الحباسات يلا هذا الباب واه شتو هادو هادو دابا هاد الشريط مثل بان لكم هادو هما فاش كانوا كيطلعوا على الحباسه 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 غنديروا دابا واحد التحدي يا السينا والفريق الخطير الاخوان شوقي مع كابتن ماجد غادي نديروا هاد التحدي هذا ما بين انا وجوج دراري من مراكش غادي نديروا الاقصائيات اللي غيخسر غيبقاو جوج غيتاهلوا غيتاهلوا للفينال وغيبقى يا شباب وغيبقى الاخراني هو اللي ربح ايوا بسم الله اوه اوف بعدا بعدا انا مازال ما تقصيتش احتراف شوف كتداول الاولى برا لا انا ما شفتوش جاب والله حتى جاب مسخوت الاحتراف كتشتا هو الاول من هنا وانا ما خصوش يجيبها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وي اصلا هادشي اصلا هادشي حرام الفينال بيني وبين رضا او احتراف وي الشاشه هذا واحد الله ربحت 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 على هاد خونا هذا تلاقينا مع ديك المره ملي كنا جينا المرات غادي غنعيط ليه عاوتاني انا اختفي لا 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 مشتاق فين اكيد انا مشتاق عليك اش خبار ياك قلتي عليا قلتي عليك حبيبي انت صورتي ليا خرجنا شي حاجه جديده ياك اللي هي اللي تبع العيالات يتهلا في الريالات واللي تبع البنات يشوف فيني بات واللي تبع ضرب ضباشي يتزوج بسين الحباشي واللي تبع رياض العروس يسلم ليا على العروس صح هذا حياني كده برضو انا عايز اشوفك يا ستي بطوطه أيوة. واللي يتبع لك حل أيوة. وعمره ما يوحل واللي يتبع لك حل وعمره ما يوحل واللي يتبع بنادم غدا يصبح نادم واللي يتبع بنادم غدا يصبح نادم واللي يتبع البشر ينعس تحت الشجر واللي يتبع المراه تنعسو تحت القمره الى ما خلص الدو الكرا وتخرج فيه الفكره صح هذه قصه ثانيه من الخبزه المجنونه دابا غادي نمشيو للمحطه نكبو الكار نتلاح بالاكاديميه هاد الساحه فكرتني في حدا الجامع الكبير ديال تيزنيت خصوصا هاد الجامع هذا وهاد الساحه الصغيره اه الناس ديال تيزنيت غادي يعرفوني علاش من الجامع كندوي حي شعبي جميل ديك الطريق اللي كتديني نيشان من الجامع الفلات تبدا بتوكل دابا يلا ركب هنا في الكار جيني شحال فيها 12 قتيل وخلي الناس شايبيه وكبر في الكار وهداك المرض ديال السيده مزيان ذا نيكست داي صباح الخير عليكم نهار جديد هذا وماشي فلوك جديد علاش حيت البارح ديشارجات لي الكاميرا ملي كنت جاي في الطريق وصلت معطل قلت صافي حتى الغد لي وحتى اليوم زعما في الصباح ونكمل لكم الفلوك دونك ما ماشي بغيت نفلوك غير بغيت نسالي معكم الفلوك وبغيت نقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف 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 حيت وصلتوا ايضا 1000 ابوني كما قلت لكم شكرا شكرا لكم بزاف ما رضيتوهاش ليا في وجهي والدري والله حتى فرح فرح ديالو بصح وقال لي عافاك 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 قول لهم شكرا رضا كيشكركم بزاف بزاف حق الله الا فرحان وراه قريب ان شاء الله غادي يدير فيديو في لاشين ديالو غادي يشكركم كاملين كاملين كنتمنى الفلوغ يعجبكم كنتمنى ديك هاد الايامات اللي دوزنا في مراكش يعجبوكم وغادي نعاود نخلي اللين ديال رضا في الديسكريبسيون اللي بغى اللي مازال ما تابوناش عنده وبغى يعرف شكون هاد رضا اللي ما كانش عارف وباغي يعرف شكون هاد رضا نخلي لكم اللين ديالو غتلقاو الاول في التحت في الديسكريبسيون دخلوا اللي مازال ما تابوناش دخلوا تابونا عنده حق الله الا الدري كيستحق وكيستاهل علاش حيت كيخدم وكيتقاتل والله لا عنده افكار واعره دونك شجعوا اي واحد باغي يدير شي حاجه زوينه اي واحد كيبان لكم مقاتل وباغي يدير شي حاجه زوينه شجعوا
تابوناو عندو. وشكرا شكرا لكم بزاف على ما نطول عليكم طلعوا فريسكم اليوم. ما كاينش فلوغ ان شاء الله، غنمشيو لتيزنيت باش نحضروا الميت اب ديال ايوب في تيزنيت. دونك نتلاقاو في الفلوغ ديال تيزنيت ان شاء الله. طلعوا فريسكم، كنبغيكم كاملين. طلعوا فريسكم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ابوناو في لاشين وديروا جيم لاباج في الفيسبوك، وتابعوني في سناب شات ولا انستغرام. والسؤال ديال الحلقه، هذا الويكاند دوزناه في مراكش، الويكاند الجاي غادي ندوزوه في تيزنيت اللي من بعده. فين بغيتوني ندوزو؟ جاوبوني في لي كومونتير، خليو لي الاراء ديالكم، اش من مدينه اللي بغيتوني نمشي. واذا كانوا ناس باغيين يضيفوني عندهم في مدينتهم، خليو لي لي كومونتير ديالكم باش نقراهم كاملين وباش نعرف فين غنمشي السيمانه اللي جايه ان شاء الله. تهلاو فريوسكم، باي.